مساء الفل الكل بيتفرجوا علينا او بيسمعونا في حلقه جديده من جيفنج باك في حلقه النهارده معانا السينيور اديتور في ليزرد محمد امير ازيك يا عمر ازيك يا امير عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله المفروض انا اقول لك ازيك الاول قبل ما تقول ازيك يا عمر كده على طول هتقطعها ونرجع نعيد لا لا خلاص خلينا خلين كده <applause> خلينا على طول كده امير احنا بنستفتح كده فتحه خير في الاديتنج اول حلقه انت معانا في الاديتنج خالص فيعني قبل بقى ما ندخل في تفاصيل الاديتنج والجيرني بتاعت الاديتنج بس يعني عامة بالحاجات التكنيكال والحاجات دي عايزين نعرف انت اصلا مشوارك بدأ منين اوكي لغاية ما وصلت ان انت بقيت السينيور اديتور في الريزلت آه شكرا التقديمة الحلوة دي <تصفيق> <تصفيق> حبيبنا هموت وهزر بس <applause> <applause> ماشي <مش>. انا <applause> بص انا بدأت الاول خالص كنت آه كنت ابلايد آه ارت في نقطة جرافيك ديزاينر عادي جدا وبعد كده اكتشفت ان انا بحب يوسف شاهين آه وافلام بقى شادي عبد السلام والحاجات دي, دي لما درسناها وبعد كده درسنا آه يعني حاجات في البنتنج وكده وبتاع وكان بقى في مخرجين ترافوسكي وناس كتير جدا كده من النوعية السينمائية الخاصة جدا يعني مم. وبعد كده آه قررت ان انا لا انا حاسس ان انا عايز اخرج ومش عايز ابقى ديزاينر فعملت اول فيلم قررت اعمل اول فيلم وعملت الفيلم ده والفيلم ده خد جايزتين كويسين قوي فاكتشفت ان انا ده طلعت ايه ده انا موهوب واحسن اخراج واحسن اول اخراج ومش عارف انت كنت مخرج فيه؟ <applause> كنت بخرج افلام قصيره يعني أوكي. مش ده كانت حاجه بيني وبين يعني فاهم في, في الجامعه. اوكي. فالمهم اكتشفت ان انا لا ده انا موهوب ده انا طلعت عندي يعني في موهبه أيه. في موهبه. <تصفيق> <تصفيق> فبس فجمعت 10 أصحابي وعملنا هذا الفيلم الفيلم تمام المهم يعني خلاص اوكي انا عايز اعمل أنا عايز أعمل عايز اكمل عايز ابقى مخرج. <applause> بعد كده لما كملنا في الـ في الـ في الـ كجرافيك ديزاينر بقى وان انا يعني فهمت الاعلانات والكونسبت والايديا والحاجات دي كلها اكتشفت ان انا لا انا عاجبني الفيديوز اكتر من الستلز من البوسترز. فالمهم كان في مخرجين كبار جدا كده وقتها كان علي وماجد وناس كتير كده المهم انا كنت متاثر بيهم جدا واكتشفت ان انا انا عايز اكمل في ده وعايز اعمل ده. <applause> بعد كده اكتشفت ان انا حابب ده جدا وبحاول افكر ازاي هلاقي الطريق اللي يخليني اوصل لده وهحتك ده ازاي فاكتشفت ان مساعد المخرج مش اللي بيعمل ده خالص لا ده اقرب حد ممكن يعمل ده هو المونتير مونتير اعلانات. المهم عملت مشروع تخرج خطير فانفجر كده كنت انا اللي كاتبه وصورت وعملت حاجات كتير قوي م. فمهم سمع وكان في في جي دبليو تي ناس يعني زي يعني ناس ساعدتني يعني م. بشكل ما وحيد احمد وحيد يعني نوجه له كل التحيه م. مهم يعني ف حسيت ان انا تمام يعني انا الراجل ده فداني قال لي كلم كريم كريم ميرا اونر ليزرد كلمه وظبط معايا وبتاع بس لقيت نفسي يلا بينا رحت مكلم الراجل قال لي طب تعالى بص على الشوريل تمام تمام اه اه خش انطلق ابتديت اشتغل واحده واحده اتعلمت كل حاجه بقى ومن هنا بدات ابقى بمنتج بقيت اسيستنت الاول بشتغل حاجات بسيطه جدا اتعلمت سينك وكونفرت حاجات كده يعني بروسيس الايديتنج من اول خالص في من أو اول كاسيست يعني مم. لحد ما واحده بواحده ابتديت اخد بروجكت ناس تعرفني ابتدي اشتغل وهكذا ده اللي حصل. حلو قوي انت كده خرجت سنه كام وابتديت بقى في ليزرد من سنه كام؟ 2016 2017 يعني في اخر 2016 2017 اوكي اوكي حلو قوي طيب آه يعني عظيم ورحله إنتستنج جدا وعجبني انك قلت ان انت حسيت ان اقرب حاجه للاخراج باي ان انت تبقى ليك على الاقل جزء في الديسيجن ميكنج والحاجه بيكون ليك دور هو من ناحيه المونتاج ودي يعني طريقه من الطرق فعايزين بقى ندخل نتكلم بقى عن المونتاج نفسه هو ايه المونتاج؟ يعني هو ايه المونتاج؟ بص المونتاج ببساطه هو اه هو طريقه حكي الحدوته بشكل تكنيكال بالبساطه دي يعني هو انت بيجي لك شطات المفروض ان انت بتحكيها مع المخرج ب الحكي لازم يبقى فيجوالي اكتر ما هو حكي بتحكي بالصوت وبتحكي بالصوره وبتحكي بالساوند افكت بتحكي, بتحكي, بتحكي بكل الحاجات دي كلها. الـ الـ الاهم واللي انت لازم تبقى يعني يعني بيسموها ايه؟ لازم يبقى عندك الـ الحته بتاعت ان انت تكون قادر تتواصل بشكل كبير مع مع المخرج وتعرف انت وتعرف انتوا الاثنين توصلوا صيغه تحكوا حدوته تحكوا حدوته هو بالاشتراك مع المخرج توصلوا للحكاية توصلوا لحكايه يعني تحسوا الحدوته بس الايديتنج ملخصه يعني هو ستوري تيلينج صرف من خلال الفوتج ميديم وكلوز وواسع وصوت بس حلو قوي طيب وده المصطلح المبسط ليه بس عشان الواحد يكون أدتر محتاج يكون اتعلم ايه؟ عدى على ايه؟ بص هو اول حاجه لازم يبقى برايي لازم يكون شغوف في الافلام في الاول يعني لازم يبقى شغوف بالافلام وحابب الافلام وكده دي اول حاجه رقم اتنين لازم يبقى كشخص لازم يبقى جواه مخرج ولازم يبقى بحسه فنان شامل بصراحه انا انا مش عارف بالظبط هو المفروض يبقى الاديتور لازم يبقى راجل بيعرف بيعرف يسمع مزيكا بيسمع مزيكا كويس بيتفرج على افلام كتير ده رقم واحد دي حاجات كده يعني هامشيه يعني بدهي. قبل ما نبدا كده اصلا نقعد على البدايه كده في الاول كده وبعد كده هو ثم بعد بقى يبتدي يتعلم بقى التولز البرنامج نفسه، البرنامج ده بيقول ايه؟ يعني خلاص عرفنا البرنامج والبرنامج ده اسهل حاجه بالمناسبه، يعني ده بتاع، ابتدي بقى ادرس سينما بقى، م. يعني شطات ميديم ده بيقول ايه؟ والكلوز بيقول ايه؟ والواسع بيقول ايه؟, إيه، والحدوتة بقى نفسها بتدار ازاي؟ بس أنا برأيي يعني على الأقل تبقى فاهم دراما يعني، فاهم المفروض بيحصل ايه، وفاهم أنت عايز تقول ايه؟ اوكي بالبساطة دي. حلو قوي طيب يعني من 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 ناحيه المنطلق ده وانت ربطتها اي بالاخراج م. وحاجات كده ايه اللي المونتير ممكن يكون بيعمله مع المخرج عشان يكون بيضيف ليه كمخرج لان المخرج بيجي بيكون عنده تخيل ان هو <applause> عايز الحاجات تكون عامله ازاي وبيقول للاديتور انا عشان عايز اطلع الصوره دي حط لي الشوت ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده عشان اطلع في الاخر الفاينل برودكت بتاعي انت بقى بيكون دورك هنا كاديتور ايه غير ان انت بتحط الشوتس جنب بعض بص انت انت انت, انت كمونتير بيبقى انت, انت انت اول جزء لازم تبقى شارب المخرج ده رقم واحد يعني لازم تبقى قادر تتواصل معاه انسانيا كده بشكل ما رقم واحد صحاب فانا قادر افهم هو بي بي على الاقل بيفكر ازاي بي هيحكي ازاي واخد بالك و و وبعدين كل كل مخرج وليه الطريقه بتاعته الاد فاليو اللي انت بتضيفه بشكل ما هو ان انت آه يبقى عندك الافكار او انه ازاي هتعرف تدور الحدوته ديت من خلال الفوتج اللي معانا ديت بط وانك تزوج كمان مم. مش ان انت بس المحدده بتحكي كده هنحكيها كده طب اوكي ماشي بس لا بس هو انت لازم تبقى بيسموها ايه اه لازم تبقى هارش هو هو من الاخر كده انت هارش هو عايز ايه مم. وانت بتضيف من خلال رؤياتك السابقه يعني حاجات بتتفرج عليها مع ان انت بتقترح بقى الحدوتة ممكن تاخدها بأي شكل تاني بالذات في الإعلانات يعني بالذات في الإعلانات عندنا مليون طريقة ممكن نحكي بيها عشان نقول بالآخر يا جماعة الجبنة حلوة يعني فاهم قصدي م. بس في النهاية ممكن تحكي بمليون طريقة أو تحكي بمليون طريقة من خلال الشوتس اللي معاك ومن خلال الزوايا ال معينة أنجلز معينة وهكذا يعني أوكي طيب وممكن برضو تكلمني إيه الفرق ما بين المونتير صنايعي بريمير او صنايعي فاينل كات لان في الاخر ممكن يكون في حد فاهم التولز بس هو مش فاهم الدراما نفسها ازاي فمش قادر يضيف للمخرج بس هو فاهم البرنامج كويس فاهم بص صنايعي هي صنايعي دي بتبقى انه راجل شاطر تكنيكال قوي بس ستيل ما بيعرفش يحكي مم. يعني ما بيعرفش يحكي هو مش فاهم يعني ايه مش فاهم يعني ايه صناعه صناعه سينما يعني لغه سينما لغه سينما أو بس صناعه سينما يعني لغه سينما م. ان انت تبقى قدر الامكان عندك العلوم نفسها اللي هي اللي بتقول كلوز وميديم وبتاع وده معناه ايه وبيقول ايه وكل شوط بيقول ايه الصناعي ما عندوش ده هو الصناعي بيرص هو الراجل اعمل كذا هعمله حاضر اعمل كذا هعمله حاضر آه بس بس بيقول ايه هيدي الفكره مم. يعني ان انت انت ممكن ما تكونش عارف ما مش فاهم بس انت فاهم ان الكلوز ده هياثر معايا بشكل ما آه انا الكلوز ده على عمر دلوقتي عمر لو دمع يبقى اتضايق احلى عليه ولما يجي لو عيط هيبقى الضيق عليه احلى من الواسع مم. ده اللي عايز اقوله فهو لو عايز اعمل تنشن فانا فانا انا عارف انا بحكي فيجوال قوي فيجوال لانجويج قوي بس انا بتكلم بشكل تكنيكال اكتر ان انا والله لو انا عايز اشد الناس فانا الكلوز احسن من الـ من الميديم اه أو يبقى اوكي او العكس صحيح حسب الموقف نفسه لو مش فاهم ده يبقى انت صنعي اوكي بهذه يعني يعني ببساطه تبقى فاهم فعلا ايه اللي ممكن في حكي الحدوته يخدمها اكتر صح ايه سينمائيا ايه اللي ممكن يعبر عنه اكتر يطلع المشاعر اللي فيها اكتر عشان الشخص اللي بيتفرج يقدر يتاثر صح. بيها او يحس ان هي فعلا اه والله فيها احساس اكتر فكده تقدر تضيف للرؤيه بتاعت المخ صح 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 كلام سليم اوكي حلو قوي قوي طيب انت حكيت لنا كده المشوار وان انت دخلت ليزر على طول بس قول لنا انت الفتره في الفتره اللي انت كنت قاعد بتتعلم فيها مع نفسك م -م. لو نيجي نتكلم على الاديتنج نفسه انت ابتديت بايه؟ هل دخلت على بريمير على طول؟ ولا كان في مراحل اللي الناس كتير ممكن نقول بتعدي عليها بقى موفي ميكر وبعد كده فيجس وما يعني اه حصل ما كان. هو اللي احكي لنا دي بقى بالتفصيل بقى يعني بص انا طيب. هقول لك انا ايام الكليه انا ما كنتش عارف اي برنامج في اي حاجه خالص بجد وبعد كده اكتشفت حاجه اسمها موفي ميكر برنامج كده يعني كلها عارفينه يعني هو م. برنامج كده المهم موفي ميكر ابتديت اشتغل عليه وبتاع وكده بقى في بقى شويه ترانزيشن كده لذيذه في النص وبتاع بقيت اعمل بيها م. لا صدق اكشن لا هو هو انا بدأ بدات من ده من وانا صغير ده من ايام الثوره انا افتكرت okay. آه كنت بعمل بقى الصور بتاعت ميدان التحرير ومش عارف ايه وكده كنت بعمل افلام كده okay. صور فاكتشفت ان لا ده انا ده كويس ده انا بعرف ده انا لا وفي وبعدين افرجهم في البيت فا يدمعوا <applause> فاكتشفت ان اعرف اقول حاجه اوكي <applause> okay. فبس فده ده يعني دي البدايات انا كنت طبعا افلام قصيره بقى وانا صغير كنت افلام بالالعاب بمسك اللعب okay. واقعد العب ومش عارف ايه وبتاع وكده كانت قصه يعني لذيذه جدا بصراحه okay. وبعد كده فهمت بقى ان في موف ميكر وبعد كده في لحظه ابتديت احب الفوتوغرافيا mm. لما حبيت الفوتوغرافيا قلت طب انا عايز احط يعني عايز احط صور دي ورا بعضها mm. بشكل ما كده فهمنتجها ازاي ففهمت ان انا محتاج ان انا اتعلم برنامج أه مور ادفانسد ففهمت ان البريمير أه موجود في حياتنا يعني مم. من سوني فيجاس بصراحه ما خفت منه هو الفاينل كات 7 شكلهم بيخوف كده بش... ليهم شكل معين كده رمادي ويخوف قوي ف... فبس فحبيت اكتر البريمير وبعد كده لما جيت اشتغلت بروفيشنال بقى اشتغلت فاينل كات 7 كانت مشكله كبيره مناسبة يعني <applause> لان انت على فكره هو اسهل بكتير من بريمير بس هو شكله بجد على بي بي فكره مهم جدا حتى للاديتور يعني <applause> اعتقد الحاجات شكلها كده بشكل ما بيبقى بيوتر الواحد بس لا احيانا عملت شغل حلو قوي يعني كنت بكتشف ان الناس زمان كنت بكتشف كده يعني بكتشف ان الاعلانات او الافلام او كده بتعمل بتتعمل حلو بتتعمل على برامج شكلها حلو مم. اما لما <applause> لما بيت... لما الاعلان بيتعمل على برنامج مجعلص وبتاع فيبقى لا الحكايه شكلها غريب يعني بتاع. بس تمام يعني انبسطت بريمير والله هو الوحيد اللي كان تمام بالنسبه لي برنامج طيب برنامج طيب. طيب قوي اه ده حقيقي ده حقيقي <applause> طيب دخلت مرحله ليزرد وانت متخيل ان انت انا أنا عامل شورت فيلمز ومنتجها وبتاع وكل حاجة بس دخلت على مرحلة إن أنت اسيستنت ده حقيقي okay. صح صح. مرحلة الاسيستنت دي احكي لي يعني كانت بالنسبة لك أنت المفروض بتتعلم فيها إيه بالظبط؟ أوكي okay. وقعدت فيها فترة قد إيه؟ أول ما دخلت كاسيستنت الموضوع كان غريب جدا وعجيب جدا بالنسبة لي بصراحة. لأن بالنسبة لي البروسس أنا أنا شايف إن أنا المفروض أبقى إديتور مش عارف إيه وبتاع ففجأة اكتشفت الواقع. ان الواقع موضوع كبير جدا يعني الموضوع ما مش بالسهوله دي خالص يعني طبعاً لازم تخش بقى حاجه اسمها ماشين روم وماشين روم تبتدي الماتيريال بتيجي رو سريعا يعني فبتعمل بقى كونفيرت وبتعمل حاجه اسمها سينك واللي هو الحر الكلاكيت والكلام ده وبعد كده تبتدي تبتدي تعمل فيرست درافت وبعد كده تبتدي تعمل سيلكشن وبعد كده السيلكشن دي دي, دي مومنتس مش موضوع مش سهل خالص لازم مومنتس معينه قوي الموضوع ما وعشان الناس تثق فيك تديك تجارب ما بشكل ما ده موضوع مش سهل خالص م. خالص فالمهم كانت بدايه صعبه جدا لان فجاه اتحطيت قدام ان انا لازم ابقى في حاجه اسمها ماشين روم دي بروسيس رخمه جدا لان انت بتعمل حاجه اسمها انت عارف الاعلانات في رمضان والاعلانات كلها عامه الاعلانات مش ان انت المونتير مش بيعمل اعلان بس هو المونتير بيعمل إعلان دي دي قصه ده سنيور ايديتور ده يعمل اعلان كده خلاص فيما بعد في جيش تاني بقى هو اللي بيعمل الاجنسي كده بتيجي تقعد مع حد بيقفل الاعلان وبتاع ففي حد بيقعد يعمل ده بعد الحد ده في حد تاني بقى بيجي عشان يعمل الكات داونز فانت بتشوف حاجات في رمضان تلاقي بقى ايه سلطات كده واعلانات 30 ثانيه و15 ثانيه وبتاع ده واحد تاني هو اللي بيعمل ده بقى الحاجات دي ومن الفاينل وبعد كده كب... يعني بروسس طويله جدا ما يعني انا اتعلمتها كلها في البدايات وانا كنتش فاهم ده انا كنت فاكر ان انا فنان بقى وبتاع وجاي وكده واكتشفت حاجه ثانيه مرعبه ان الموضوع مش موضوع زي زمان بقى ايام الكليه كنا تقعد تسمع مزيكا عشان تطلع بقى اعلان حلو وبتاع والكلام ده لا مفيش الكلام ده انت هتطلع اعلان في خمس ساعات انا هطلعه في خمس ساعات هتطلعه في ثمان ساعات في ثمان ساعات ففي في وقت وفي ساعات وفي وفي ان الموضوع مش آه بيسموها ايه؟ الموضوع مش سهل يعني ب ب ب مش بالبساطه دي يعني مم. مش 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 ان انت في كليه يعني لا انت انت في فلوس وفي حاجات فانت لازم تبقى مسؤول تماما عن المنتج اللي بتطلعه بشكل بشكل ذكي يعني بشكل مظبوط يعني وتبقى قادر تبقى بتحترم هذا المواعيد بتركيز شديد جدا تبقى مخلص يعني بس طب هل المرحله دي في الاول حسستك رغم ان انت كنت بتبدا في بوست هاوس من اكتر البوست هاوسز الاستابلشت في مصر خلاص دايما كل الـ الـ الناس دايما بتتوجه لها لما تبقى عايزه تعمل اديتنج لاي بروجكت من البروجكتس بتاعتها انا متخيل انت عندك كان عندك احسن انا داخل المكان ايه يا جماعه فين علي علي وفين ماجد انا جاهز ابدا ايه امنتج على طول كنت متخيل بس بخيل. انت لقيت نفسك مره واحده داخل على مرحله <applause> ان انت لا يعني بقى في ماشين روم وكل حاجه قعدت في المرحله دي قد ايه وحسيت ان المرحله دي كانت تعتبر بالنسبه لك ستاب فورورد ولا خطوه لورا؟ بص هو انا حصل لي تريب ما كده يعني انا بعد ما قعدت سنتين وكان علي موجود وماجد موجود والناس دي موجوده بس انا كنت بساعد بشكل من بعيد قوي وبصراحه الناس كانت كريمه جدا في ريزرت بصراحه شديده يعني آه عمرو ربيع انا اشتغلت معاه اسيستنت الاول عمرو ربيع من اهم الاذرز في مصر يعني yeah. ادرس اعلانات والراجل بصراحه انا لا يعني كنت بدوس وبشتغل وبعمل حاجات ومش عارف ايه وكده وانا كان عندي هذا الشغف يعني انا انا في اعتقادي عمري غلبته جامد قوي بسبب ان انا مش مش حاسس ان انا كنت مونتير يعني اساسا اقدر تكنيكال شاطر يعني سب تايتل هقعد فيها يوم يوم دي طبعا كارثه عند الناس يعني لا انا عايزين تخلص ساعتين وسب تايتل اتحط فانا كنت شاطر قوي في ان انا اخش اعمل معاه فيرست درافت سكند درافت مش عارف ايه الحاجات دي كلها كنت بطلع حاجات كويسه انبوت كويس انا غير كده متهيألي عمرو كان يعني بيشد في شعره مم. يعني القصه كده فقالوا لي لا خلاص بقى انت لازم تبقى بقى يعني اللي هو واضح ان انت تعبان خالص <applause> بس يعني لحد ما كنت شغال والدنيا كانت معقوله يعني قعدت قعدت حوالي سنتين وبعد كده ابتديت احس ان انا محبط جدا الموضوع كان حاسس انا لا انا لا انا حاسس ان انا لا انا عايز ابقى وبعد كده قررت امشي <applause> واروح شركه ما كده اشتغل اديتور وكالرست وبتاع ومش عارف ايه وبعد كده حصل ديل ما طب خلاص يا ابني استنى بس استهدى بالله في فرصه انت كويس وانت بتاع ومش عارف ايه وكريم قعد معايا بصراحه قال لي لا انت انت عندك بوتنشال كويس فانا انا كنت مش واثق في نفسي ومش حاسس ان انا يعني هنجح وبتاع كنت خايف جدا وستيل لحد دلوقتي على فكره ببقى خايف وعندي كده تخوفات معينه هنجي لها فتره واحده فتره الخوف دي هنقعد دخلت إيه؟ ما انت خليتنا اتكلم اه ده <applause> ده ده انا هخليك تطلع كل ده انت دكتور نفسي اصبر المهم بس فوصلت عند ماشين روم دي بقى ويعني خلاص عدت السنتين وبعد ما خلصت السنتين دول لقيت بقى قلت خلاص لا انا لازم لا يعني مش هكمل وبعد كده كريم قعد معايا فقال لي تمام كمل وبتاع فبس وراجل وحصل بقى فاهم يعني حسيت لا يعني ممكن يجي مني فابتديت اشتغل واحده بواحده والدنيا فرجت يعني طب احكي لنا بقى اول بروجكت كده كنت انت في أدتر في ليزرت ويعتبر بالنسبه لك البروجكت ده فعلا كبير قوي لان هو فرق في حياتك ولما الناس شافته ابتدت تحس له ايه طب ما يلا احنا عايزين نمنتج مع امير عايزين نشتغل معاه والله بص هو 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 يعني هو في في أو يعني البدايات دي فيها كذا حاجه يعني هي مش حاجه واحده بصراحه أوكي. بس انا على أه ما اتذكر اول حاجه بدات فيها كانت مع شنك كان بروجيكت اسمه امنيه وعملت الدايركت كات ما عملتش كان 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 عمرو ربيع هو اللي بيعمل الاعلان كله وانا دخلت عملت دايركتس كات وشنكه مبسوط جدا وبتاع انا كنت وانا كنت مبسوط قوي م. فكره ان وشنكه بحبه جدا وشخص يعني مش محتاج اتكلم عليه بس يعني شنكه معروف فكنت حاسس مين شانك؟ مين شانك؟ <تصفيق> مخرج <applause> جامد قوي <applause> فعشان انا كنت بحبه جدا وبحب شغله ومش عارف ايه وكده زي علي وماجد وزي كل هؤلاء يعني بس التجربه اقول لك اه افتكرت اللحظه الحقيقيه بجد كان في اعلان اسمه لوكس مع لانا السينما اوكي. ولانا السيناوي مخرجه يعني خطيره جدا ف حصل كده كيمستري ما فابتديت عملت لها الدي سي ومش عارف ايه بس انت تمام جدا فبس ومن هنا انطلقنا يعني حصل بقى بعد كده يعني بعد كده جت هاي خيرت. بدأنا مع بعض إعلان كده كينكيري كيري على ما أتذكر اه كينكيري انا ما أتذكر اه وكان إعلان حلو جدا وكنت مبسوط بقى يعني ابتدينا بقى اللي هو حتى بدأت بقى رحلتي أصلا هيا كمان بدأنا نعمل حاجات مع بعض ومش عارف إيه ويعني لأ بالعكس يعني حسيت إن من هنا بدأنا برضه طيب انت دلوقتي اتكلمت في مرحله انت خلاص ابتديت تكون بقى بت... بتبقى اديتور للاعلانات وكل حاجه بعد مرحله الاسيستنت بس عايز افهم عند حته معاك قبلها كانت هي انت خلاص البوزيشن بتاعك اديتور بس مم. في مرحله وانت لسه بتتعلم هل الاديتور المفروض يكون فاهم بقى وبيعرف يعمل اونلاين ساوند ديزاين بيعرف يحط مزيكا كويس وفاهم فيها فيجوال افكتس الحاجات دي كلها ايه النسب بقى المفروض يكون فاهم فيها جرافيكس كل ده بقى عايز اعرفه منك بص يعني. عمر بصراحه هقول لك القصه حقيقي يعني هو انت انت المونتير تقريبا هو المخرج الثاني جوه البوست مم. بمعنى ان انت على الاقل يبقى عندك معلومات هيحصل ايه ما بعد الايديت لان خد بالك المخرج احيانا بيبقى مش عارف م. يعني هو على فكره المناسبة المخرجين مش شرط خالص يبقى عارف بالملي المفروض يحصل ايه خالص مش شغلته خالص بس على الاقل انا ببقى بحس كده بشكل ما ان انا يعني على الاقل مسؤول ان انا اساعده حتى احيانا ببعت له ريفرنس مش عارف ايه بتاع يعني في جوانب كده معينه بتبقى بس انت على الاقل لازم اه تبقى عارف مثلا في مرحله الجريدنج هيحصل ايه طب الشوت ده يتسال هيقول لك طب هو شرط ده ينفع يتعمل لو اتعمل في الأونلاين هنقدر نشيل كذا مم. علي الأقل يبقى عندك الجانب ده يعني مش شرط تبقى عارف كل حاجة بس تبقى عارف جزء بسيط كذلك أم. احساسك بالحاجات بالذات في الصوت ده ده موضوع برضو يعني قصه كده محتاج برضو ان انت تبقى فاهم م. ازاي كمان هتحنل الراجل كل الناس اللي بعدك دول لازم تهندلهم بحيث ان هم يبقوا بيستلموا من بعديك شغل تمام فلا محتاج ان انت تبقى عارف طبعا اكيد كل التفاصيل طيب خليني اقف معاك كده بس عند الحته دي كده شويه انت ممكن تكون عشان كان مكانك في في, في ليزرد فكان حواليك ناس كتير بتعمل الادوار المختلفه دي بقى من كلرينج ولا الاونلاين ولا الحاجات دي كلها بس لو واحد مستقل بيبدا هل المفروض يكون فاهم في الحاجات دي لدرجه ان هو لو جاي له مخرج تاني مستقل ومعهوش ميزانيه كبيره فهم الاتنين لسه بيحاولوا يكبروا مع بعض ويكونوا بيعدوا بالمشوار ده كله مع بعض فانت كاديتر في بداية مشوارك المفروض يكون بتعرف تعمل شوية من كل حاجة من الحاجات دي؟ اه 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 يعني أنا برأيي يعني إن أنت تبقى عارف بتعرف تصور وبتعرف تخرج وبتعرف تمنتج وبتعرف تكتب وكده متهيألي دي اكسبيرينس كويسة قوي قبل ما تبقى بروفيشنال في حاجة معينة بس وستيل ده رأيي لحد دلوقتي يعني أوكي. لون ومنتج وصور وبتاع اه خليك بروفيشنال في حاجة أوكي كمل في الحتة دي م. بس لو عايز تخرج ليه لا لو عايز تلون ليه لا بس, بس ما يبقاش الـ هنا هنا بتكلم عن حاجات الأكتر اللي اكتر ليها علاقه بالبوست اكتر من الـ 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 الشوت نفسه يعني اللي هي بقى زي ما قلت لك بقى كلورنج أه تعرف أه تاخد تعمل مش ساوند بتاع ديزاين بسيط اه كده اه 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 يبقى اه يبقى عنده طبعا أه لحد ما قدر من المعلومات يعني ان هو اه لازم يبقى عارف ده عشان برضه ستايل الاوفلاين مناسبه في حاجه مهمه قوي ان انت وانت بتأديت وعملت صوت كويس وصان ايفيكس كويس يعني ساوند ساين وعملت صوره كويسه وحطيت تيبل كويس وبتاع دي في حد ذاتها بيعه بيعه كويسه جدا لان كلاينت في كلاين برزنتيشن بنعمل ده ان انت لازم توريهم الحاجه وكانها حصلت او كانها هتحصل يعني هو ده اللي هيحصل فكل ما كانت فيها درجه كبيره من الاتقان يعني كل ما كانت احسن ان هي تبيع والناس تشتري وتمام وبتاع غير لما توريهم مثلا الاعلان من غير صوت من غير فيكس في احساس كده اللي هو ايوه هنشوف ايه يعني فاهم يعني هي حته كده يعني اوكي فاه طيب خليني هجيلك في الحته دي وبعد كده بقى هنتكلم في مصطلحات كتير قوي قلناها نوضحها واحده واحده مش مش واضحه بس مش. بس, بس وانت رايح تقدم في مكان زي ليزرت رغم ان انت فعلا المكان استابليشد انف اوكي وفي خلاص لكل حته في حد ممكن يكون مسؤول عنها مم. بيعرف ان هو يعملها بنفسه المفروض تكون رايح وبتقول بص انا كده كده متارجت ان انا لو هروح اقدم في ليزرت انا عايز ابقى مونتير بتعلم مونتاج بس ماليش دعوه بالكلر جريدنج ولا اي دعوه بالاونلاين <applause> ولا دعوه بالحاجات دي ولا المفروض تروح عندك السكيل دي قبل ما تروح عشان انت ما تعرفش جوه ممكن تلاقي نفسك اصلا بتروح فين. <تكلمس> فين هو بالمناسبه انا اقول ما بدات بدات كومبوستر اصلا يعني هو كريم قال لي بقولك بقول لك ايه بقى بص جرب كده عدي بقى ف وشكرا يعني على فكره كان كان لذيذ قوي بقى ان انا يعني لا يعني دخلت كومبوستنج فهمت شويه هم بيعملوا ايه اللي هم الشباب بتوع الاونلاين او الشباب اللي بتشيل الكروما والحاجات دي في الجريدنج كنت بقعد معاه. فكنت بفهم الوان ومش عارف ايه و... وازاي الحاجات بتت... بتتلون و... يعني وابتديت الون مناسبة يعني ابتديت بقيت اعرف الون وبعد كده ابتديت بقى اعمل حاجات بقيت والون بس حاجات مع نفسي يعني أه بس ب... بس لما فهمت كل ده ابتديت احس ان انا لا انا تمام انا حاسس ان انا مم. الدنيا في المظبوط يعني أه فاهم اكتر اوكي حلو <applause> طيب ممكن تكلمنا بقى على مراحل البوست يعني انا عارف ان احنا بنتكلم اكتر على الاديتنج بس انا عايزين نتكلم في مراحل البوست عشان الناس تكون فاهماها احنا قلنا مصطلحات كتير ممكن ما يبقاش كل الناس على درايه بيها زي الاوفلاين زي الاونلاين زي الايه زي, ال زي الكلام ده فلو نقدر بس نعدي على واحده واحده فيهم ونعرف المراحل بتاعتها ايه البروسيس بتاعت البوست برودكشن هي كتير جدا ولكن تعالي نخش تف... تفصيله تفصيله يعني يلا بينا اول حاجه انت لازم يبقى أه اول ما الماتيريال بتخش كده في مكان كده بسم رحيم اسمه ماشين روم ده المكان بيفلتر بقى الدنيا بيجي لك هارد كاجري كبير جدا كده في ماتيريال رو ف... فبنعمل حاجه اسمها كونفيرت كونفيرت ده بنقلل كده بنعمل داون جريد للماتيريال بدل ما هي 4 كي بننزلها اتش دي عشان تشتغل بسرعه على البرنامج وبعد كده بنعمل حاجه اسمها سينك انت عارف حوار الكلاكيت وبتاع وكده في المرحله دي فيها بس ايه ده اللي بيسموه بالبروكسي ان انت بالظبط احنا بنعمل حاجه اسمها بروكسي فبعد ف... ما بنعمل دوت المفروض ان انت خلاص بتجهز بقى تقريبا كده الدنيا جاهزه وعملت الصوت الصوت لوحده تحطه تمام بعد ما خلصت كل هذه القصص يعني كل ده تمام وقشطه على التايم لاين بقى م. كل ده على التايم لاين المفروض م. على حسب بقى الاديتور لو الاديتور السينيور اديتور يعني قال للاسيستنت اوكي تعال نبني فيرز درافت واعمل لي سيلكشن وبتاع اوكي في ناس ما بتفضلش ده انا واحد منهم انا بعمل سيلكشن بنفسي وبشتغل وبتاع دي كده بروسس صغيره بيني وبين الشباب بتوع الماشين روم كده انا خدت الاديت ابتديت ما انتش بقى الاعلان خلاص انا تمام كده ابتديت اجهز اجهز بقى لان انا في شغلانه يعني في بقى هبتدي اديت ابتدينا حاجه اسمها فيرست درافت بتخش اول 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 سيشن كده بتعمل فيرست درافت انا كده جاهزه وبتاع وكده وبعد كده اهوت آه بيجي المخرج بيقعد معاك ايه الكلام عملت الدرافت تمام اه 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 اوكي بعد كده بنيجي تاني يوم الاجنسي بتيجي بيقعدوا ممكن احيانا انا ما اقعدش عندي حاجه تانية في حد تاني هو اللي بيكمل فستيل بي في حد ممكن يكمل حته الايجنسي دي م. على حسب بصراحه الفيرست درافت دي بتعملها انت قبل المخرج يجي بيزد على الستوري بورد الموجودة او حاجه ولا بتبقى بتعملها لما تقعد مع المخرج بيبقى بص بيبقى في ستوري بورد متفق عليها فلازم بنشتغل بيها وفي حاجه اسمها الدايركت سكات الدايركت دي هي كل ما هو يريده المخرج ورؤيته هو الخاصه جدا اللي هو انت بتلتزم بيها وبنعملها واحيانا والله يا جماعه الناس تمام يعني الناس الكلاينت نفسه والله احنا تمام عايزين نشوف الدايركت كات بتاعه المخرج فتمام بيبقى في بقى مرحله بتاعه الايجنس كات كات طبعا يا ايه اما يبقى في حد يا اما انا اللي بخش اعمل هذه الكات على حسب بيبقى يعني بالاتفاق كده بنشوف ايه الموضوع وفي مخرج في مونتيرين بيقول لك لا انا بعمل دايركت كات بس يعني على حسب الدنيا بتبقى ماشيه ازاي بس بنعمل بقى الايجنس كات ودايركت كات وخلاص خلصنا الموضوع دوت طلع حاجه اسمها اكس ام ال لا مؤاخذه الراجل بتاع الصوت آه بيطلع حاجه اسمها اكس ام ال الاكس ام ال دوت هو وسيله المواصلات اللي بتطلع للشباب بتوع <applause> الجريدنج فعشان اخش البرنامج تاني في طب الجريدينج. ممكن بس نكون بس بنتكلم المرحله اللي قبلها دي كلها كان اسمها أه؟ كايغا مرحله كامله اوف لاين اوف لاين تمام كده كده دي باكج الاوف لاين ان انت كده خلاص انت كده بنخرج بقى بره مرحله ان احنا بنقدت احنا داخلين بقى نلون مم. بنلون طبعا حاجه اسمها اكس ام ال اكس ام ال ده زي ما قلنا هو وسيله مواصلات كده عامه مم. بتطلع للبرنامج الثاني اللي هو برنامج اسمه دافينشي البرنامج دوت دا بيخش <applause> يلونه بقى وبتاع عندك الاسيسن كارس عنده حاجه اسمها كونفورمينج بيتين كونفورم الماتيريال ديت اللي هي بقى المرحله بتاعت البروكسي والرو هو م. البروكسي اهو قدامك هيلونكوا بالرو عشان يبتدي يلون كده لون وبتاع كده الراجل يخش الدي بي يخش تا بلا 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 يخش السيشن خلصت السيشن جريدنج خلص تمام خش على الاونلاين ما هي مرحله الاونلاين كده خلاص مرحله الجريدنج حتى الاونلاين هي مرحله المرحله الفاصله بقى اللي هي فيها كل الحاجات الحلوه اللي هي بقى هنشيل بقى كرومات وهنظف و ولو عايز اعمل مثلا حاجات بقى اللي هو فيلم لوك وكتات معينه مش عارف ازاي والحاجات اللي هي الجليتشي بشكل ما كده كل ده بيبقى كرافتنج ما بيني وما بين ده اللي الناس كتير ما تعرفوش بالمناسبه ده كرافتنج ما بين الاديتور وما بين الاونلاين ارتست ده مم. عشان كده بيبقى شكل يعني بشكل كبير بيبقى فيه اتفاق بينه وبينه احنا هنعمل ايه بالظبط وفي عندنا كده هو خلص ده وعمله تمام بيقفل الاعلان بيبتدي يرجعها تاني الماشين روم الماشين روم تبتدي تعمل حاجه اسمها بقى الكات داونز وال 30 ثانيه وال يعني على فكره بالمناسبه هو ممكن نعمل ال 30 ثانيه دي في الـ في الـ في السيشن تمام مم. قشطه يعني بس قصدي ان انت بعد ذلك بقى في كت داونز وبتاع فقشطه يعني 30 ثانيه هنعملها وال15 وكده الماشين روم م. ده بقى حط الدليفري بقى احنا كده هنليفر بقى كل هذه الاشياء بقى بيقعدوا بقى يعملوا كل دوت بنتطلع... طلع... طلع... في الاخر بنطلع نسيت اطلع نسيت اقول في الأوفلاين بنطلع حاجه اسمها ام اف الصوت اللي ام اف انت عندك دلوقتي أه... هم وسيله مواصلات اثنين الاكس ام ال بنطلع لك جريدنج والصوت بنطلع على بالظبط بس بيروح الصوت الراجل بقى بيكون عمل ده فبيرجع فبي لك بالمكس الصوت المظبوط بتحطه على البتاع وتحط الصوره والصوت وخلاص وطلعنا الاعلان كده الاعلان خلص حلو قوي اتعرض طيب زي الفل كده احنا اتكلمنا على المراحل كلها من اولها لاخرها عايزين نتكلم برضو على الدور بتاع البوست شويه الاديتور شويه في فكره والفيكست ان بوست يعني حتى دي بتتقل كتير طبعا في التصوير ساعات بيحصل مشاكل لكن. وبيكون عن طموحات البروديوسر والمخرج بحقيق. ان احنا يعني يا رب ما نضطرش او يعني البروديوسر بيتمنى ان هو ما يضطرش يعمل اليوم تصوير تاني اكيد والمخرج بيكون بيتمنى ان هو يعني ايه يعني بص لو مشيت حلوه حلوه لو كان كده هيروح يتخانق مع البروديوسر ويعمل يوم تصوير تاني اكيد فمرحله الاديتر ان هو يفكس الحاجه في البوست دي يعني بالنسبه لك انت نسبتها قد ايه؟ مش هقول قبل ما اقول نسبتها بالنسبه لك انت اصلا حاجه بتتقبلها ولا بالنسبه لك اللي هو يا يعني جماعه المفروض ان تيجوا تكونوا عاملين شغلكم صح انا مش ساحر في الاديتر في الاديتنج اقدر ايه احل لكم مشاكلكم <applause> بص هو الموضوع ده شائك جدا بالمناسبه عشان انت انت بتبقى محطوط في موقف كده غريب جدا ما بين ان انت عايز تساعد الراجل وتساعد الكرو والبرودكشن ومش عارف ايه وبتاع ما بين اللي هو طب انا مالي اشيل كل الوجع <applause> القلب ده ليه يعني <applause> مسؤوليه بنت لذينه وما هي مسؤوليه فعلا لان انت لو لو خيشت يعني لو رحت في ستيم ده انت اللي هتشيل مسؤولية ده كبص <applause> فاهم انا انا وجهه نظري ملهاش اي علاقه باي حاجه يعني انا دايما بحب اساعد قدر الامكان يعني دايما لو في مصيبه في مش عارف ايه وبتاع عاده الناس بروفيشنال جدا وناس فعلا بتشتغل قليل قوي لما بيحصل كارثه وفيكست وبتاع وكده is بيحصل تمام <applause> بس بساعد قدر الامكان، مم. انا عن نفسي بساعد قدر الامكان وبحاول اجتهد ان احنا نوصل لاحسن ريزلت عشان في النهايه هو المخرج ده جاي لك او البرودكشن او الناس اللي دافعه فلوس دي هو ما حدش كان في نيته ان هو يعمل حاجه يعني مش مظبوطه يعني هي حاجه خارجه عن الاراده. عاده بيحصل عشان تحل ده والمشكله دي تبقى يعني متهندله اكتر بننزل احنا اللي بننزل. يعني بننزل بقى يا جماعه لا خدوا بالكم الشاط ده ما ينفعش يركب على الترانزيشن ده مش هي... كده كذلك الشباب بتوع الاونلاين كروما وبتاع كروما لو متنوره صح لازم تبقى مش عارف مفروضه ازاي مظبوطه ازاي مش عارف ايه عشان لو مش متنوره صح هنروح في فهي دي كلها بروسيس لازم تبقى متهندله ما بين البرودكشن وما بين البوست لو كل ده متهندل مظبوط هنبقى فل يعني الحياه هتعدي و... حلو تمام. كويس انك جبت تفصيله فكره ان احنا بننزل عشان ده كان السؤال اللي بعديه امتى فعلا بتلاقي نفسك انت المفروض تنزل مه. ايه الظرف اللي يخليك بتقول انا محتاج كأداة احضر التصوير وامتى لا؟ بص اه بيبقى هدف اصلا النزول هم تقريبا حاجتين هو الحاجه الاولانيه اللي انت يعني بشكل ما انت نازل تساعد الناس في الترانزيشن ما في مشكله مش عارف يعني في مشكله ما هم ما عندهمش اجابه ليها فانت نازل تقول هذه الاجابه ده رقم واحد رقم اثنين عايزين ديليفر اسرع يعني عايزش بسرعه ومش عارف ايه وعايزين ديليفر اسرع احنا عايزين نسلم النهارده انت كنت بتتكلم على اون سيت اديتنج اون سيت اديتنج اوكي فده ده 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 تقريبا الحاجتين ان انت يا اما بتنزل تسلم ده على طول وبتنجز ومش عارف ايه وبتاع يا اما عندهم مشكله كبيره جدا فانت من نازل بقى تحل هذه المشكله او نازل تقول لهم يا جماعه لا أه ده لازم يتظبط مش عارف ايه هتعمله برده حاجات كده ونقعد نجرب بقى يعني فاهم لان okay. مش طول عندها حلول يعني Okay. اوكي يعني بس انت حاجه زي دي انت الطبيعي الاديتور مكانه ان هو قاعد في على المكتب قاعد على ايه خلاص يعني ايه على الـ على الاديتنج سكرين لكن لو البرودكشن عملوا لكم كوميونيكيشن في حاجه معينه في التصوير مثلا زي ان احنا بنصور حاجه كلها مبنيه على الماتش كات مثلا عايزين نتاكد ان انت شايف ان كل حاجه مظبوطه وده هيركب على بعض الحاجات دي كلها فانت بتكون موجود عشان تتاكد إن حاجه زي دي لما نيجي نركبها على بعض هتمشي وهتبقى زي الفل ما مشاكل يا جماعه او لا معلش خدوا تيك تاني انا حاسس ان انا ايه يعني محتاج واحد فور ده ده يعني ده تقريبا اللي بيحصل ان احنا انا كان في اعلان الهانجر ستيشن سبعة ايام تصوير مع عمر الزهيري اعلان ضخم جدا حجم برودكشن رهيب فكان لازم ان في صندوق كده من فولو الكاميرا بتفولو الصندوق مش عارف ايه وبتاع وحاجه كده مرعبه يعني م. فانت اصلا عشان عشان تعرف تتخيل ده وهو يعرف يتخيل ده كان لازم ننزل كلنا. دي لاول مره بالمناسبه ان انت احنا نازلين انا والراجل السي جي اي والاونلاين فانت م. احنا كلنا نازلين كده بنحاول نهندل الموضوع بتاعه وعمر كان بيسال نحرك الكاميرا اسرع نحرك الكاميرا ابطا طب الزاويه دي اخبارها ايه وكنت بجرب معايا اون بنجرب سوا م. اوكي واحيانا كانت الانجلز بتتغير أوكي. بناء على ان دي ماتشت ولا لا ف فا يعني حصل طيب حلو قوي يا رب. طيب كلمنا برضو عن الفرق في الاديتنج ما بين الاعلانات وما بين الدراما ايه اللي بيفرق ما بين ده وده؟ بص الدراما انا ما فيها قوي بشكل كبير يعني ما عملتش غير فيلم واحد اسمه الغساله فيلم كوميدي كده وتجدي استمتعت بيها جدا م. الفرق ما بين الاعلانات والافلام التايم لاين يعني انت الاعلانات التايم لاين بتاعها قليل جدا بتتكلم في 30 ثانيه ودقيقه ودقيقه ونص ومش عارف ايه الفيلم فيلم فيلم بنتكلم في ساعتين ساعه ساعه ونص ساعتين الا إنما كان يعني الرقم البروس بتاعته طويله جدا والريتم بتاعه لازم تتحكم بالريتم بشكل كبير جدا بشوف الصعوبه رغم ان انا شفت الصعوبه بصراحه، انبسطت جدا بتجربه الفيلم جدا ولسه اكررها وعايز اخش الموضوع ده اكتر بس الفكره في صعوبه الموضوع بجد اللونج تيرم ان احنا بنمنتج فيلم في ست شهور. بالنسبه لي يعني ما اعلان بيخلص اقعص اعلان هيخلص في اربع ايام. <applause> <م> <applause> اقعص اعلان هيخلص في اربع ايام. ممكن يبقى اكتر يعني اوكي بس في فكره انت بت... كل يوم بتشوف الماتيريا كل يوم بتعمل سيليكشن بلا 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 بلا, بلا. ده بياخد وقت كبير جدا جدا يمكن ده صعب في الموضوع دي حاجه ده الفرق ال... يعني الميجر تقريبا بالنسبه لي رقم اتنين دراما وايز بقى انت ازاي تبقى ازاي هتعرف تحكي وازاي هتعرف ت... 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 تحكي الحكايه مظبوط بشكل كرييتيف يبقى يعني مختلف عن عن الإعلان بس ستيل ستراكشر واحد م. يعني ستيل ستراكشر واحد بدايه ووسط ونهايه و... والحدوته وبلوت ومش عارف ايه واحد كل واحد لو هنقول ان الاديتنج فيه ستايلز مختلفه ده من الطريقه اللي في الاخر الاعلان ممكن يكون بيتنفس بيها او حاجه هل اي اديتور ممكن يعرف يعمل اي ستايل ولا ممكن تكون في ناس هو دي الحته اللي هم بيعرفوا يعملوها بس في حته ما بيعرفوش يعملوها قوي بص هقول حاجه انا انا بشوف ان احنا يعني عندنا مشكله كبيره جدا مش مشكله كبيره بصراحه بس هي بتبقى هو كل واحد بيتفوق في حاجه فاللي بيبقى متفوق في حاجه دي هو اللي بي بي بيشتغل بيها م. يعني انا ممكن اكون مثلا راجل بعرف اعمل الكاتس اللي هي السريعه بعرف اعمل عربيات وكوره كويس فامير شاطر قوي في الموضوع ده فتعالى نروح له بس امير عنده حس كوميدي في البينج بونج لا ده حد تاني ممكن يبقى مم. بيعرف يعمله وبتاع فالاديتور يعرف يعمل اي حاجه اه يعرف يعمل المفروض يعمل يعرف يعمل, يعمل اي حاجه هو مميز في ايه وبيحب ايه دي قصه تانيه اوكي ممكن نبيع بيها مم. المونتير ده الراجل ده بتاع الجليتشات الراجل ده بتاع البينج بونج والقطات اللذيذه والدماء خفيفة مش عارف ايه اوكي بس لا يعني هو صح ان انت تبقى بتعرف تعمل كله بره على فكره مور بروفيشنال اللي هم بيعملوا ده يعني مخرجين في مخرج عربيات مخرج كوره مخرج مش عارف ايه والمونترين كذلك برضو هو بيتخصص قوي مم. انا مؤخرا بقيت بتخصص فيه ك يعني بحاول قدر الامكان انا بحب قوي يعني بحب جدا اعمل كوره وبعمل عربيات بحب ده جدا مم. مؤخرا بقيت بعمل ده وبعمل لقطات سريعه كويس مميز فيها بس حقيقي عايز اعمل اعلانات دراما اكيد بحب جدا اعمل اعلانات البينج بونج اللي فيها هزار ده ما كتير يعني فاهم قصدي وهكذا يعني بس بس اكيد كل مونتير متاكد ان هو نفسه يعمل كل حاجه نفسه كل حاجه اوكي بس طيب حلو قوي وفي الحته اللي انت قلتها لو هندي نصيحه لمونتير في بدايه مشواره يتخصص في ستايل معين لغايه ما الناس تعرفه بيه وبعد كده ممكن على حس ده يبدا يعمل ستايلات مختلفه ولا لا اعمل ده واعمل ده واعمل ده ووري الناس انت بتعرف تعمل كله اعمل ده واعمل ده واعمل ده ووري الناس انك بتعرف تعمل كله دي وجهه نظر في وجهه نظر بتقول ان انت عشان تبيع اه طب ما تخصص بحاجه م. يعني انت هتفضل بقى ما انت في ناس شاطره جدا في حاجات كتير قوي فانت هتتخصص لي في ايه عشان تبقى جامد هي دي الفكره بس انا رايي بقى الراي التالت خالص بقى ان انت شوف تحب ايه واعمله يعني يعني انت سي مثلا واحد بيحب الفيديو كليبس والتقطيع مش عارف ايه هو لو لو هيعرف يعمل ده بشكل جامد جدا يبقى انت اد فاليو فتمام خش ربنا يبارك لك تمام يعني مكي. بس لا جرب كله انا عن نفسي انا ح... انا حب اجرب كله مكي. بصراحة طيب حلو قوي قوي أه هل في بروجكت اشتغلت عليه كان بالنسبه لك البروجكت ده فعلا كان شكله اصعب مني يعني انا انا حاسس ان انا كان المفروض اتراجع عن قرار اني اخد بروجكت زي ده اه احكي لي بقى مؤلم جدا بروجكت كده آه البروجكت ده جالي مع مخرج كبير جدا اسمه نجار نقدم له كل التحيه أوكي. يعني اكيد آه هو هو عارف انا بقدم له م. التحيه ليه البروجكت ده كان صعب جدا أوكي. ليه آه يعني ظروفه كده كانت بروجكت آه تقريبا من منتجه في شهر وحاجه شهر ونص ده رقم كبير جدا جدا شفت على المجرس كان بيخلص <تصفيق> 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 <عليش لا اسف. تصفيق> أنا في اربع ايام ولا ايه؟ معلش انا اسف انا رجعت تراجعت في كلامي يا جماعه ده كان اعلان ما يعلم به الا هو عشان ستايله كان السؤال اول مره تقريبا بنعمله انا ونجار بروجكت عباره عن مربعات كده بص يعني الاتش دي اهي يعني ادي بتاع كده ألف في 1080 اوكي انت عندك مربعات سيراميك تك 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 الاعلان كله تقريبا مبني كده كان اعلان ايه فاينانس ما اعرفش هو نزل رمضان اللي فات بالمناسبه هو الاعلان ده عباره عن ان احنا بنجري كده ورا بعض ففي اي تراكنج المفروض بيظبط بتاعه كده واعلان دقيقه ونص الاعلان كله كده هوت انت تقريبا تقريبا, تقريبا كنا بنقعد في ساعتين بنبني 10 ثواني كده فاهم اللي هو اقعد بقى اقطع بقى فاهم بلس ان التجربه ما كانتش بتفلح يعني احيانا كمان التجارب ما كانتش بتفلح وبتاع فكنا بنعيد التجربه دايما من اول وجديد دي كانت قصه حزينه يعني دي كانت قصه مؤلمه جدا كان بجد كنا بنخش الساعه 12 السيشن بنطلع الساعه 1 بالليل على 10 ثواني <applause> يعني يعني ما هنبقى منشن يعني الاعلان الناس هتفهم وانا كنت نازل تايم لاين وقتها الناس اتخضت قال <applause> لك هو انت بجد عامل يعني ده مش حقيقي ده مش اون لاين مش حاجه ما بعد ال لا هو اتعمل كله في الاوف لاين <applause> لدرجه المناسبه دي اول مره يعني لدرجه ان احنا لوننا الماتيريال مفيش حاجه اسمها يعني ما حصلش كونفورمينج في الموضوع مفيش حاجه اسمها كونفورمينج بقى للشباب لون الماتيريال <applause> وبعد كده نبقى لا م. كانت حاجه خطيره يعني حاجه غريبه جدا وصعبه جدا وده كان اصعب تقريبا اعلان شفته في حياتي okay. وبخاف يعني بخاف اشيره عشان ما يجي يقول لي اعمل زيه مش مش هعمله يا جماعه فاني ممكن بس لدرجه ان انت كنت حاسس ايه انا ما كنتش عايز اخد الاعلان ده ولا لما خدته حسيت بعد ما خلصت انت اتبسطت <applause> لا هو كان تشالنجينج <applause> لا لا بالعكس هو انا انا كنت كنت متحمس جدا ان انا اعمله <applause> حتى انا فاكر ان احنا بعد ما خلصنا يعني نجار اللي هو كلمني وكلمة كده اللي هو امير انا بشكرك على صبرك يعني انا مش عارف صبرت ازاي الصراحه لحد دلوقتي بتفرج على لاين بقول ايه ده انا عملته ازاي وبعدين كده في صعوبه تانية صعوبه ان انت انا دلوقتي احنا تايم لاين مهول لدرجه ان احنا بقول لك عدينا ال 201 لاير يعني ده رقم خطير جدا فوق يعني فانا عشان اوصل مثلا لمثلا مثلا ثانيه انت ازاي عرفت تنزل التايم لاين ب 201 لاير يعني بنوا ازاي؟ بيبانوا ما انت بتكبر عمال تكبر قد ايه عمال تطلع انت طلعت كتير جدا بقى فعلا قعدت اطلع لا, لا 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 وبعد كده انت بتوصل لمرحله طب مثلا سي الشوط الفلاني الحت يعني فانت بتدور بقى في البرج فانت عشان تجيبه بقى هتجيبه ازاي يعني فاهم كانت معاناه شديده جدا لدرجه ان انا كنت اجيب في اليوم الرابع ابتديت اهندل التايم لاين بطريقه كده معينه بحيث ان انا ابقى فاهم ان المجموعه دي هنا والمجموعه دي هنا والوان ومش عارف ايه و... بس كانت تشالنجينج جدا انا كنت مستمتع جدا بالتجربه تجربه تخوف وبتاع ومؤلمه جدا بس انا بحب ده جدا بحب التجربة دي هل بقى في مشروع زي ده هل انت كنت في مرحله ما في حسيت إنه أنا شكل الشغلانة كبيرة عليا، أنا ممكن أحس إن أنا مش عارف أكمل أي حاجة. <تصفيق> <تصفيق> كان بيجي لي كده في النص أه اللي هو إحساس نجار مخرج مش سهل خالص، يعني هو ودي حاجة أنا يعني ممتن ليها ممتن لي جدا في الموضوع ده، لأن هو مش بيقبل كده بالفريز درافت وبتاع اللي هو مثلا سي وكلهم والله بس يعني قصدي بي يعني عنده راي وعنده وجهه نظر بشكل معين فما كناش بنقبل كده اللي هو عادي يعني اعلان صعب جدا فهو لما يتعمل مره خلاص تم... يعني نجار خلاص يعني ارحمني انا ب... بموت لكن كان قاسي جدا لا مش عارف ايه بتاع هنغير مش امير لا 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 بتاع كنت بقى طبعا بقى في التليفون عايز اعيط روح كلمت يعني هو ضغطت عليك وبتاع لا لا في... مفيش حاجه في, في عياط كده معين لو لا لا مش بش... مش هيحصل وبتاع فلا بس لا اه طبعا يعني بس بس لا انا كنت كل مره بحس ان ده تشالنج الاعلان ده هينزل هيخرب الدنيا الحمد لله لحد اعتقد يعني اعتقد ان هو كان كويس يعني الحمد لله لقينا نتيجه كويسه يعني الحمد لله الحمد لله طيب لو هنيجي بقى نتكلم في 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 الحته بتاعت الشكوك والتشالنجز والحاجات دي كلها انت اتكلمت ان انت كان في مرحله بعد سنتين كأسستنت ابتديت ان انت شاكك بقى ومش عارف تعمل ايه وفي آه خلاص دي كلمني عامه على يعني مرحله الشكوك الاحساس بالفشل الحاجات دي في حياتك هل بتعدي بيها قد ايه بتحس بايه لما بتعدي بيها يعني بص انا 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 تقريبا بحس بده تقريبا يعني تقريبا يعني كتير مش قليل يعني مش اللي هو انت الموضوع في اللذيذ وبتاع ومش عارف ايه دايما عندك احساس كده باللي هو انا عايز اقدم اكتر انا عايز اعمل حاجه احلى انا عايز عايز اقدم حاجه جديده انا انا عن نفسي دايما بحس هذا الاحساس وبحس ان انا بعمل وحش طول الوقت ما حاجه حلوه مم. ففكره بقى ان انت تعمل حاجه حلوه دي واحساس ان انت يعني فشلت ان انت تعمل ده بشوف, بشوف ان هو على الله بقى يعني انت فاهم يعني رايي بصراحه ان لا يعني انا احساس الفشل بيفضل موجود كده كده ان انت بتعملش متقدمش احسن حاجه وبتاع بس قدر الامكان الواحد بيتغلب عليه ان هو يخش البروجكت بعده ويشتغل بسرعه <applause> اشتغل خلص واعمل اللي عليك وانسى فاهم <applause> ده ده الحل بالنسبه لي يعني انت برغم البورتفوليو اللي انت خلقته الفتره اللي فاتت دي كلها لسه لغايه دلوقتي بتحس بالاحساس ده؟ ده طول الوقت طول الوقت حاسس بده وطول الوقت حاسس ان انا ما عملتش حاجه وطول الوقت انا مش حاسس ان انا قدمت حاجه اصلا وعايز اعمل اكتر واكتر واكتر ده و... طول الوقت. فيعني شعور ان انت ب... 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 يعني ممكن دايما تعمل احسن ولسه عندك اكتر ده بالنسبه لحد يعني في الاخر في الفن هيفضل ملازمك على طول طيب. ده اكيد ملازم بجد اه اكيد طب امتى بتحس بالسنس اوف الاتشيفمنت انا فعلا عملت حاجه ممكن احس أنا مبسوط هقول لك حاجه بجد ده ده احساس حقيقي بيجي لي اول ما بنخلص برزنتيشن وكلاينت قاعد ومعايا ناس ومش عارف ايه وبتاع والناس تقول الله حلو الاعلان حلو اوكي. Okay. ده احساس عظيم جدا، الاحساس okay. ده اكتشفت ان هو بعد ما خد الظرف بقى الفلوس جت وبتاع okay. ده okay. احلى احساس ممكن يجي يعني. طب حلو، طب <applause> هسألك بقى سؤال <applause> تاني، وسؤال ممكن يعتبر بالنسبة لي مهم شوية يعني. <applause> في الآخر ال... البوست هاوسز بيكون فيهم أكتر من اديتور، وكل مخرج بيجي بيبقى حاسس إن هو عنده إحساس معين أنا عايز اديت مع أمير، عايز اديت مع كذا، عايز اديت مع كذا. <applause> هل بيبقى عندك أي نوع من إحساس اللي هو لو حد في مخرج معين اشتغل معاك على حاجه قبل كده بس في البروجكت اللي بعديه قرر ان هو يشتغل مع ادتر تاني من اللي موجودين مثلا في ريزرت ان انت في عندك احساس شكوك بنفسك؟ اه اه, آه بصراحه بت بتحصل بس بشكل مش بشكل ضخم يعني زمان قوي كان بيحصل بشكل كبير يعني م. بشكل مبالغ فيه اللي هو انا هو انا عملت ايه؟ انا انا عندي مشكله وستيل الاحساس ملازم هو انا عندي مشكله انا هو انا ليه ما عملتش احسن حاجه طب هو ايه اللي خلاه يروح مش عارف ايه الكلام ده كله بس احيانا بتبقى الحزمه مشكله خالص يعني كل الكلام ده ارميه بعد كل هذه الشكوك عند اي ارتست مناسبه يعني مش مش شرط المونتير بيبقى ليه علاقه بين اصلا الراجل جاي يجرب ستايل تاني عايز يغير عايز يعني يعني من الاخر كده عايز يشوف سكه جديده مع مونتير تاني مجرد تجديد يعني بس وبيرجع تاني تمام مش اي حاجه يعني فاكتشفت ان لا لا ما تكبرش الموضوع قوي بس تل لازم يبقى عندك برضو الاحساس بتاع اللي هو لا ده ده لازم ابقى تمام لازم ابقى ظابط جدا كل حاجه مش هينفع يعني انا بتضايق جدا انا بحس ان انا في مصيبه اوكي لا اشتغل اكتر وبتاع حافز يعني اوكي حلو طيب الصفات المفروض تكون موجوده في الاديتور يعني ممكن تكون كتير بس هتكلم على حاجه وانت استفيد <applause> بعد كده في الصفات المفروض تكون موجوده اكتر انت اتكلمت على ان مثلا النجار مخرج مش سهل ديماندنج أه بيبقى عايز الحاجات تطلع زي ما هي وكده واكيد ده هو مش هو لوحده ده فيه كتير جدا كده ناس كتير قوي كده عايزين رؤيتهم تطلع صح مظبوطه وكل حاجه صح. وده معنى كده ان ده ضغط عليك وانت قاعد في السيشن بيتقال لك حاجات انت حاسس ان انت عامل حاجه ما هي حلوه انت مش عاجبك ليه مش عارف ايه الحاجات دي كلها الصبر اللي المفروض يكون عند القادة المفروض يبقى عامل ازاي وروح التعاون المفروض تبقى عامله ازاي بص هو انت لازم قدر الامكان لازم تبقى عندك نوع من انواع الفلكسبيليتي كده ان انت تعرف ازاي تتعامل مع كل مخرج بشخصيته مم. ده برايي دي اهم حاجه ان انت تبقى مرن قدر الامكان خصوصا في شغلانتنا شغلات الاعلانات مش الافلام م. الاعلانات انت بتتعامل مع ناس كتير قوي خد بالك التشانج الحقيقي كمان للاديتور في في الاعلانات ان هو بيقعد مع كل الناس م. يعني انا بقعد من اول المخرج لحد الكلاينت وكله وكلها نقاشات بلس ان انت ممكن تشتغل ووراك 15 واحد م. قاعد وراك بيشتغل ف فكرة ان انت يبقى عندك المرونة بتاعت انك تسمع الكومنتس اه الواحد اوكي بيجي وقت خلاص بحيث ان يا عم مش كل مرة الشغلانة دي بس لا مش هينفع يعني لازم تبقى قدر الامكان عندك آه ان تفهم يبقى عندك فكرة انك تفهم هو قصده ايه مم. أصلاً انت ممكن تقول لي يا بص يا امير الشوط ده مش عاجبني مش عاجبني دي دي وراها حاجات كتير ده ممكن يكون مش عاجبه بسبب الشوط مضلم مم. الشوط مظلم حسب حسب المخرج يعني آه المخرج بالنسبه له آه هو بيشوف الحاجات ازاي ما انا بالنسبه لي ممكن يبقى مخرج هو مور ارتستيك تمام فهو بالنسبه له مثلا آه بالنسبه له مثلا لو الشوط مضلم شويه واتفتح سيكه دي حاجه جريننج بس آه لو حصل ده في الاوفلاين تمام اوكي كومبوزيشن اوكي ف, ف, ف اللي عايز اقوله يعني ان ان انت لازم يبقى عندك مرونه ده رقم واحد عندك صبر كبير جدا مش مش, مش صبر عادي يعني فاهم بس يبقى عندك يعني تقدر تستحمل تقدر تبقى بتعرف تهندل تعرف في الإعلانات مش في الأفلام رأيي لازم انت تبقى تعرف تتكلم، تعرف تبيع. مم. يعني عندك فكرة معينة، عندك مش عارف إيه، على الأقل تبقى بنسميها إحنا كده تعرف تبيع، اللي هو أنت بتعرف تبيع فكرتك، تعرف تتكلم عن فكرتك كويس. مم. مفيش ما... ما ينفعش تبقى مخرج، ما ينفعش تبقى مونتير ما بيعرفش يعني على الأقل يبيع الفكرة بتاعته. مم. بشكل صادق، ما يعني، بس يعني بيع فكرتك. بعتها تمام ما بعتهاش اوكي بس في النهايه ده بيبقى متوقف على انت والمخرج متفقين على ايه مظبطين ايه وهكذا يعني. اوكي طيب ممكن ندي مثل صغير جالك مخرج وممكن يعني ما يبقاش مخرج من الموجودين موجودين في السوق بقالهم كتير بس خلاص يعني ابتدى يبقى في حته هيبدا يكون في حته حلوه بيعمل اعلان حلو. ما كانش متخيل تكنيكلي ان في حاجه صعبه تستدعي ان انت تكون موجود في الست مه. بس هو كان مصور حاجه متخيل انها تيجي من كده مه. تتحول لده وجالك في الاديتنج ولقاهم مش بيركبوا على بعض زي ما أوكي. هو كان متخيل وبيقول لك ركبهم لي على بعض اوكي تعمل ايه في حاجه زي دي؟ آه. <applause> بص هي ما حصلتليش بس بس بتحصل ان انا بشتغل مع ناس كتير كولوبريشن عادي جدا مع ناس صغيرين وبيبقى عندنا بلاوي وعندنا مشاكل وبتاع وبنحلها بنحلها وبنشتغل عليها ومش عارف ايه وبتاع بس لو ما كانتش تنفع هتبقى مش هتنفع يعني م. لان خلاص هو هي كده يعني زي ما بقول او هيضطر ينزل يصور تاني يعني بس بس هحاول الاقي حل قدر م. الامكان اقرب للصح لو ما حصلش خلاص مش مش هتنفع طيب خلينا طيب ناخد الموضوع من طريقه تانية مشكله مثلا من اللي بتتقابل كتير ممكن تكون في المونتاج مشكله الراكورات اه طبعا مثلا م. آه ويعني بالمناسبه اللي مش عارف يعني ايه راكور هو فكره بس ان لو في حركه وش بتعمل بشكل معين في مشهد لازم تطابق المشهد اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه لو انت جيت ولقيت ان في مشكله راكور ما بين ترتيب مشاهد ورا بعض ايه مم. الحلول اللي المونتير ممكن يقدمها للمخرج عشان يعرف يساعده يعدي غلطه زي دي بص يعني اوكي يعني خلاص هنفترض انه حصل الراكور ده الدنيا باظت وبتاع ومفيش والراكور حصل يعني قدر الامكان هبقى احاول ان انا اجمكت ما بين الحاجات يعني قدر الامكان هحاول ان انا ما يبقى يعني هو لو عامل كده وعامل كده ومفروض ان انا اقطع وهو عامل كده سي مثلا فخلاص انا هحاول اعالج الموضوع بشكل ان يبقى في جام يعني احاول اعالج الموضوع بشكل ما ان يبقى الحدوته بتتحكي بالطريقه دي يعني وده حل ممكن حد تخلي أنا ستايل للاعلان شويه عشان تغطي الحته دي يعني هي حلول بقى يعني م. كل مونتير عنده الحل بتاعه بس انا بقول لك حل دلوقتي يعني بس حسب بقى الماتيريال والشكل اللي المفروض يبقى قدامه م. فعلى اساس الاساس بقى هعرف اتصرف لو والله لو الدنيا تمام اوكي مش تمام بقى لو ما كنتش كده مثلا ممكن يبقى في حل تاني ان طب تعالى نقطع على حاجه تانية وبعد كأن روح كده نروح للشوط اللي بعديه مش ممكن جدا اه ما بقول لك هو حسب بقى يعني مثلا سي لو لو اعلان نفس الزاويه يعني دلوقتي انت دلوقتي انت احنا دلوقتي قاطعين عليك وقاطعين عليا فانا دلوقتي انت بس عملت حاجه بوشك مش مش هتظبط مش, مش هينفع اقطع عليك تاني هيبقى شنقط لو ما ظبطش وهنفترض افترض ان ده راكور هيقطع عليا انا بشكل انسرت حتى لو كان في اول الحلقه م. وهرجع احطه تاني حتى لو انسرت بتاعي مش مظبط طب م. ما اتصرف هروح اجيب من حته ثانيه وهكذا يعني فاهم حسب حسب الموضوع اوكي حلو قوي طيب في كام سؤال من صديق البرنامج بصوره في الكاميرا واقوله باي احمد غانم <applause> احمد غانم بس احمد عنده كام سؤال ليك هو بيقول لك هل حاليا الناس بتحول من بريمير لدافنشي؟ في الاديتنج اه فعلا حدث ذلك فعلا اه فعلاً أوه البريمير آه في ناس دلوقتي بتعمل بتروح دافينشي اكيد لان الناس بتشوفه سهل ما بين الاديت والجريدنج وكده بس آه انا بالنسبه لي لا عشان آه بحس ان فعلا زي ايه فنانس مثلا البريمير كان آه كان يعني معقول معايا يعني هو بتتكلم بقول لك في تقريبا 200 لاير وبتاع ومش عارف ايه دافينشي مش شايفه هيقدر يعمل ده تكنيكال بصراحه فلا ما حسيت ان انا يعني لا يعني هاخد كده جنب كده مش هعرف يعني الا لو بروجكت تاني يعني نفسي اجرب ده بصراحه بس دلوقتي لا مش هعرف اوكي طيب وسؤال تاني بيسالوا ازاي بترتب الماتيريال بتاعتك عامه قبل ما تبدا اي بروجكت اه ماشي اوكي سؤال حلو جدا وده مهم جدا على فكره ان انت ازاي تنظم الماتريال قبل ما تخش الشغل لان انت ب... احنا بنبتدي نشتغل بسيكونسز كده سيكونس الاولاني بيبقى فيه الماتريال كلها 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 وبعد كده في سيكونس اسمه سيلكشن بنعمل فيه اه... ب... بناخد فيه السيلكشن اللي طالع من السيكونس يعني مش عارف اوصفها ازاي بس هو الماتريال ايه وبعد كده زي مومنتس كده مهم دي بناخدها بنحطها في في سيكونس اسمه سيلكشن السيكونس ده بيبقى متقسم يعني زي بلوكات كده ميديم لوحده والواسع لوحده السينز مع بعضها مظبطه مع بعضها في 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 الدي سي دايركت سكاد دي بتبقى ده بيبقى سيكونس لوحده وفي الاجن سكاد بيبقى سيكونس لوحده بس مهم قوي بس سيكونس وسلكشن وده على اساسه ليه بقى بقول ده يعني نتيجته ان انت لما تيجي بقى البرزنتيشن والناس قاعده معاك ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه عايزين الشوط الفلاني الميديم عايزين الشوط الفلاني مش عارف ايه لما تعمل متقسمه بتعرف توصل ده بسرعه جدا م. فده مهم ان انت تبقى يعني سريع قدر الامكان في البروسس واحنا شغالين في الـ في الـ في البرزنتيشن يعني. ومرتب الحاجه بتاعتك كويس عارف مكان كل حاجه فين فانت أوه. تنظيمك لحاجه زي دي مش ان الحاجه تبقى متعشوقه دخلت كله في لا دي موسيقى سوده لا دي سودة يعني دي هتعمل مشاكل كبيره جدا حتى مع المخرج هتعمل مشكله كبيره. حلو قوي يعني. طيب بيسألك برضو ازاي بتكون فكرة كاملة عن البروجكت او تصور كامل قبل ما تكون بدأ ان انت تشتغل فيه انا باخد بريف اكيد بيبقى معايا ستوري بورد ويبقى معايا بريف ومعايا تريتمنت تريتمنت دي بقراها وبقعد اتكلم مع المخرج طب انت هتعمل ايه مش عارف ايه وكده على حسب على فكرة يعني ممكن المخرج يكلمني قبل البروجكت بقول لك هنعمل كذا 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 شغل نشير لبعض بقى ريفرنسز وبتاع و ونفتح بقى فيمي ونقعد نستكشف العوالم سوا وفي لا في اللي هو بص التريدمنت اهي وبتاع ومعايا ريفرنس ما ممكن نتكلم فيه وممكن لا خالص بقى تعالى نشوف كده هنطلع ايه ربك زاحل يعني اوكي ففي كده في كده وفي كده بيسال سؤال كمان بيقول لك يعني ومعرفش ده مختلف قد ايه عن السؤال اللي هو ساله قبل كده بتاع ازاي بترتب الماتيريال بس هل في ورك فلو معين بتتبعه في كل بروجكت؟ آه لا يعني ما يعني مش يعني في سيستم انا شغال بيه بس ورك فلو معين وكده على حسب على حسب البروجكت نفسه بس حاجات طفيفه جدا يعني اوكي ممكن تكلمنا عن السيستم اللي بتبقى نوعا ما عامله لنفسك؟ ال, ال يعني اللي هو اه اولا الفيديوهات جوه متقسمه مظبوط الاوفلاين اه جواه فوتج مش عارف الفوتج دي جواها الكونفيرت جواه الرو يعني تقسيمات من هذا القبيل يعني مم. مش عارف اشرحها قوي بالتفصيل أوكي. في مكان للساوند في مكان للساوند افكس في مكان لل ده سيستم يعني ساوند افكس موجود آه مكان لل للفويس اوفر موجود آه فولدرات كلها متقسمه بشكل مظبوط جدا وبعد كده جوه السيكونس جوه البريمير بقى نفسه البريمير نفسه متقسم بطريقه ما زي ما شفت يعني زي ما قلت لك اوكي سيكونس وسلكشن والترتيب اياها يعني حلو طيب يعني اتمنى احمد نكون كده غطينا كل الاسئله بتاعتك نتمنى يا احمد بجد والله العظيم حاولت يعني طيب فنرجع آه لكم آه سؤال تاني عندي دلوقتي بظهور الاي اي وظهور فيتشرز كتيرة في حاجات كتير بتقعد كل شوية تلاقي عندك في السوفت وير بتاع الاديتنج في حاجات كتير بتقعد تطلع لك امم وفي حاجات بتحصل ازاي بقى الاديتر يفضل اب تو ديت عارف كل حاجة بتحصل عارف كل حاجة بتنزل عشان يبقى جاهز ويبقى عارف ان في تول جديدة نزلت تقدر تساعده في المونتاج بتاعه يعني طول الوقت سيرشنج بقى يعني طول الوقت قاعد بتدور وقاعد بتعرف مش عارف ايه وتبتدي تفهم بقى الاي ممكن يعمل ايه ممكن دلوقتي دلوقتي بقت فيه اللي هو نظام اللي انت تدخل تسجل بصوت وبتاع وبعد كده يطلع لك من الاي اي صوت حد فممكن يساعدك ان انت تبريزنت بشكل ما فتحط الصوت كده يعني في 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 طرق كتير انت مجرد انت بتجوجل ات يعني وتقعد تجرب وتشوف ايه ايه الجديد في في الاي اي هيقدر يخدم الاديت ازاي بشكل ما يعني آه بس دلوقتي بقى في بقى الاوبن اي اي والحاجات اللي هي الجميله دي دلوقتي بيحرك بقى السين كامل خلاص فده موضوع عزيز. كبير جدا بنتكلم فيه بعدين عظيم عظيم سرقه الاي اي لشغلانه كل من يشتغل بمجال يعني والسينما ربنا طيب لو هنتكلم على الاديتور عامه بيذاكر ازاي عشان يحسن من نفسه ويحسن مستواه أه وهل في يعني سورسز معينه بتخش تقعد تتعلم منها تشوف توتوريالز تعرف اي حاجه ولا أه بتشتغل بت بتذاكر ازاي عامه أه ااا بس انا عن نفسي بصراحه يعني لا بفتح أه فيميو اكتر حاجه ما كان في حاجه اسمها ناونس كان في ويب سايت تاني اسمه ناونس في حاجات خطيره يعني وبقعد اتفرج على الاثنين دول أنا 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 من المدرسة اللي أنا أتفرج كتير جدا بالذات أنا بعمل إعلانات يعني فاهم أه وبذاكر سينما يعني أنا بس دي قصة تانية يعني مم. أنا أكيد عايز أخرج وعايز أعمل أفلام ومش عارف إيه دي قصة مم. على جنب جم... ففاهم شوية دراما فاهم مش عارف إيه سكريبت الكلام ده كله بس أه وده مهم أكيد مم. بس أنا تبقى الاثنين أن أنت تبقى بتتفرج كتير وده مهم قوي بصراحة مم. وتجيب الماتيريال وتحطها على التايم لاين وتقطعه وتفهم كت دي خدت وقت قد ايه دي قد ايه وهكذا يعني بتفيد بصراحه. وان انت تفهم يعني الشوت ده بيقول ايه الدنيا دي بتقول ايه الـ طيب وتكنيكلي في اي مكان بتخش عليه عشان تعرف بقى مثلا تتفرج على توتوريالز معينه تشوف فيتشرز جديده نازله او حاجه يوتيوب آه لينكس يعني بخش اتفرج على آه يعني اي حاجه في يوتيوب آه توتوريال مع... آه عايز اتعلم حاجه معينه عايز اعرف حاجه معينه توتوريال بقى يعني في حاجات كتير جدا بس يعني آه يوتيوب اكتر حاجه بصراحه اوكي حلو يعني. طيب آه لو هنيجي نتكلم بس على آه فكره بقى ان انت يعني ب... المدارس البوست هاوسز اللي ممكن نقول هم زي ليزرد ايه فايده ان انت تدخل مكان زي ده وتكبر فيه وتقعد تدرج واحده واحده انك تبقى بروفيشنال كفايه انك تعرف تتعامل تقريبا مع الناس كلها وتعرف بيسموها ايه تعرف انه هو بتاع انك فاهم كل حرفه يعني فاهم الحرفه نفسها فاهم الناس و بني ادمين و... وديبارتمنت م. دي مهمه جدا ان انت تحتك بكل الناس يعني انت لو في الميكر لوحدك اوكي بس انت ما دام انت بتشتغل مع اشخاص ومن ادمين بتعمل مع برودكشن وبتاع بتفهم تقريبا الشغلانه كلها م. وبتفهم الايجنسيز وبتفهم بتفهم حاجات كتير قوي فدي ميزه ان انت شغال في بوست برودكشن كبير ان انت بتتعلم وبتفهم آه كل الناس تقريبا بتفهم السوق كله ماشي ازاي من اول ما بتدور من اول الورق من اول الستوري بورد وتحضير في البي بي ام يعني لحد ما بنقفل الاعلان فانت بتحتاج كل ده البوست بيحتاج دي ميزه كبيره جدا. اوكي حلو طيب لو هنكون بنتكلم ان في يعني انت خلاص عامل اديتنج لعدد كبير من البروجكتس دلوقتي بس هل في بروجكت معين لسه بتحلم ان انت تعمله لسه ما عملتوش ده جدا ده ايه؟ ده اتكلمنا عن حاجه فيها نفسي زي ما قلت لك نفسي اعمل افلام ومسلسلات وبتاع الفورمات دي كده خليها على جنب اعلانات عندي في اعلانات كتير قوي يعني هموت واعمل اعلانات عربيات كتير جدا اعلانات عربيات بشكل يعني مور بروفيشنال وكوره كذلك بشكل معين بفي في اكس معين بش يعني ليها كده شكل معين كده تشالنج من لذينه بس نفسي جدا اعمل ده آه والله حاجات كتير قوي يا عمر بصراحه يعني حاجات كتير قوي ده الواحد حاسس بقول لك ما عملش حاجه يعني انا عندي احساس كده جربنا شونرز كتير جدا اكيد حي جربت كله تقريبا بس آه بس التجارب بقى لما آه آه نجيب اخرها دي لا ده اللي انا عايز اعمله اوكي اوكي ماشي طيب وم... لو نتكلم بقى على يعني انت نفسك عامه انت جبت سيره الاخراج كتير وجبت حاجات كده هل بالنسبه لك انت مونتير يعني لفيز معينه وبعد كده هتقلب على الاخراج مش حاسس قوي ولسه مش متاكد قوي من دايما الواحد دايما كده عنده لخبطه كده وبتاع وعنده ونفسه يحقق حاجات ونفسه ويحبط ومش عارف ايه وينجح والحاجات دي كلها وده اكيد بس اكيد اللي متاكد منه واللي انا ابتديت خاصة اكتشف يعني ان انا تمام قوي مع هذا الموضوع ان انا اكيد عايز اخرج ده انا متاكد منه امتى مش متاكد امتى بالظبط بس اه عايز اخرج اكيد وفي الاخراج بتطمح اعلانات دراما ايه بالظبط سينما اعلانات جدا ودراما و جدا بالذات يعني افلام بقى سينما ما اعتقدش مسلسلات بس يعني ما اعتقد افلام اكتر اوكي اوكي طيب أم يعني سؤال بنساله دايما في جيفينج باك بس هو ثقافه الجيفينج باك بتعني لك ايه؟ بص انا بصراحه بحس ان فكره ان احنا كلنا نساعد بعض دي 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 مهمه جدا ان احنا نقف جنب بعض وكل واحد يبقى عنده حاجه عنده معلومه فيقدمها اعتقد ان هي مهمه جدا بلاص ان انت لما تقعد جنب حد حد كبير في الشغلانه وده مهم قوي انك تقعد جنب حد كبير جدا في الشغلانه ويعلمك حاجه دي بتبقى كبيره جدا عند الشخص اللي لسه بيتعلم بجد بتاثر فيه جدا خصوصا اول اول المراحل لما الواحد بي بي يعني بيعرف ده او يعني بيبقى قاعد جنب حد هو مؤمن بيه جدا وبيعلمه حاجه دي بتبقى كبيره جدا عند الحد الصغير ده فاكيد مؤمن بيها ان انت لا انت لازم تعمل ده وطول الوقت يبقى عندك فكره انك تعلم وتفيد وكده وبحاول بعمل ده قدر الامكان بصراحه يعني قدر 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 الامكان. اوكي طيب ولو انت في صفات معينه ممكن تكون بتدور عليها في حد ممكن تعمل له منتور شيب. عايز صفاته تكون ايه الشخص ده؟ اكيد هيبقى نفسي جدا ان هو يبقى شخص عنده حماس وده مهم جدا يعني مؤخرا يعني في ناس حايله في ناس شطار جدا وناس جامدين جدا بس لا في ناس لا يعني في ناس لسه محتاجين محتاجين اكتر ان احنا يبقى في عندنا الشغف الكبير والاحساس بتاع اللي هو يلا انا عايز واعمل ومش عارف ايه وكده وبعمل كده على فكره بعمل ناس كتير كده وبوجه لهم كل التحيه والشكر اكيد ان هم عندهم هذا الشيء ان هم عايزينه يبقوا مش عارف ايه وكده اكيد ده اللي بدور عليه ان هو ده شخص يبقى عنده هذا الحماس وعنده الطاقه والشغف ان انا بجد اقدر اعتمد عليه واقدر يعني استفاد بشكل ما منه وهو يفيدني وافيده احكي لي طيب على الاستفاده منه دي هل هل مثلا دي ليها علاقه بفكره ان بجد في معلومات كتير قوي قوي موجوده اونلاين فبيجي فممكن بالخبره الكبيره اللي ممكن تكون موجوده عندك هو يجي ويفرن يقول بيكون بيزود لك معلومه زياده أوه. فيتشر جديده شافها حاجه كده ده اكيد اه بجد ناس كتير جدا اتعلمت منها هم مش عارفين ان ممكن اكون اتعلمت منهم بس هم بجد عندهم اكسبيرينس هايله في حته معينه انا استفدت منها بشكل ما حتى لو هيساعدوني في شغل او كده بالعكس ده ده بيفيدني بشكل كبير وهم عندهم معلومات وعندهم وبيسرشوا مش عارف ايه وبتاع انت ممكن تبقى انت مثلا مشغول في حته معينه في حاجه معينه فانت مش داري بده يقول لك لا ما انا حصل كذا 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 اصل هي ايه ممكن تنجب من الحته الفلانيه اصل مش عارف ده ده اكيد ده مفيد جدا وانا فعلا بستفاد اكتر ما هم يعني بيستفادوا يا رب يعني بيستفادوا مني اكيد حلو قوي طيب هسالك سؤال ممكن يكون مهم شويه بالنسبه لبدايه الناس والحماس والحاجات دي كلها ممكن شخص يكون داخل متحمس وهو لسه متخرج وعايز يجي يشتغل في ليزرد وكل حاجه مثلا تمام بس زي ما كنا بنتكلم في الاول هو داخل في عامل حسابه انا منتق. انا داخل عايز ادت على طول أيوه. ايه مرحله اساس ايه ايه يا عم في اخر ماشيين من انت تدخلني على ايه كل ده <applause> تمام بس بيلاقي نفسه بيتصدم بالفتره دي مم. هل بس يعني لو هنقول لهم نصيحه نقول لهم بس ما يستعجلوش قد ايه وان span اللي ممكن يكون طبيعي وهتتعلم فيه كتير لغايه ما تقلب تبقى editor ده ممكن يكون بياخد وقت قد ايه بص هي البروسس دي بتاخد وقت يعني طويل مش مش قصير خالص ولازم ابقى صراحه في ده يعني انا مش عاده ما بحبش يعني اجمل الاشياء انا بقول الحاجات زي ما هي كده ليه عشان يبقى فاهم ان التشالنج حقيقي موجود يعني ان انت لا انت بتعدي على حاجات كتير قوي لازم تتعلمها بعد ما تتعلمها هتبتدي تخش في التشالنج تاني بتاع اللي هو من حواليك ناس تانية بتشتغل وناس شطار جدا اثبت بقى نفسك يلا بقى شوف هتعمل ايه م. دي 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 بتبقى مش سهله وبعدين جزء ان انت كمان المخرج يبتدي يؤمن بيك ويبتدي يشتغل معاك ويحبك ودي دي لازم تبقى مخرج كريم جدا اولا عشان تقابل مخرج كريم جدا دي بتبقى صعبه وبعدين سيبك من ال... ده ده كمان جزء بس الجزء الثاني كمان الكلاينت والايجنسيز طب ما احنا في حد معين يشتغل معاه هي بتاخد وقت كبير جدا بصراحه بالذات في شغل ال... بالذات في الاعلانات بتاخد وقت كبير وطول الوقت انت في التشالنج ده وطول الوقت انت عايز تشتغل وتعمل ومش عارف ايه وده اكيد مهم افريج الوقت ده ممكن يبقى قد ايه يعني؟ تقريبا يعني اعتقد احنا بنتكلم في حوالي سنتين مثلا سنتين, سنتين. تكون يعني اتفرمت هل ممكن توصل لوقت اكتر من كده؟ ممكن على حسب برضه شطارتك وعلى حسب الفرص اللي جات لك وعلى حسب مين مؤمن بايه وانت بتقدم ايه يعني انت ممكن تكون ذكي جدا وشاطر جدا فعادي ممكن من ست شهور انا ممكن ادخلك واخش واضرب واعمل وبتاع وجرئه المونتير اللي معاك وجرئه المؤسسه اللي شغال فيها ان هم يقدموك لا دي قصه يعني اوكي موضوع تاني يعني. بس هي في الاخر لو هنيجي نتكلم في حاجه يعني لو حد لسه بيبدا يشتغل ولسه بدا يتعلم وتحط في دور الاسيستنت لقى نفسه كده سنتين ثلاثه ده ما تعبش حاجه فيه هو ده فعلا فتره طبيعيه ما تخافش يخش ويتعلم فيها ولا. لغايه ما يلاقي نفسه لا 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 ما تخافش ما تخافش خالص اشتغل اعمل عليك. عليك اه وهي بتيجي بقى من عند ربنا والله يعني ما هي فعلا ملهاش وقت معين ستيل انت وشطارتك وذكائك في ان انت تعمل حاجه مظبوطه يعني نفسك ده اهم حاجه اوكي طيب و... و... والمراحل بتبقى بعد كده عن... بقى يعني مثلا في عندكم ليزرت بتبقى خلاص اسيستنت اديتر ايه بقى بعد كده بتوصل كده خلاص بقى بت... <applause> ربنا يسعد طيب يعني فيها سينيورتي طبعا اكيد اه أو طبعا اوكي ف... انت بيبقى يعني بتتقسم يعني انت بتبقى بادئ في أساس ادتور وفي وبعد كده بتبقى جونيور ادتور ومع كده بتبقى ميد ليفل كده حاجه يعني بتبقى في النص كده ما بين اللي هو انت بتبتدي مش بتاخد بروجكت بس بتبقى في نص بروجكت كده اللي هو الايجنت كات الحاجات دي بتبقى بتبتدي تقعد يعني وبعد كده لحد ما ربنا بيسهل بقى وتبتدي تمسك حاجه يعني. حلو قوي. طيب يعني سؤال بنحب دايما كده نختم بيه أه. بعد كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها بس لو هتقول حاجة لنفسك وانت بقى لسه في البدايات خالص في بدايه لما انت عملت المشروع بتاعك جمع كل حاجه وبعد ما عديت بالمشوار اللي انت عديت بيه دلوقتي هتقول لنفسك ايه في الفتره دي هقول لنفسي يعني انت عملت حاجه كويسه لسه كتير قوي كمل عظيم وانا كمان بقول لك كمل يا امير ربنا يخليك يا عمر اشكرك جدا آه يعني آه اول حلقه عن الاديتنج فيعني اتكلمنا فيها على حاجات كتير وتفاصيل كتير وشكرا ان انت شرحت بيزكس ممكن تكون بالنسبه لك حاجات بديهيات بس فعلا بالنسبه لناس كتير بتفرج علينا ممكن تفرق معاهم بشكل كبير قوي قوي يعني ف نورتنا والله والله العظيم و... انا اللي شكرا جدا بالعكس ده انا اللي انبسطت وحاسس ان احنا يعني عملنا حاجه يا رب تكون بس الناس است... يعني انبسطت واستفادت وبتاع يعني انا ان شاء الله ان شاء الله متاكد ان ان اللي بيتفرج يعني ان شاء الله يكون استفاد جدا 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 وهنشوف بقى في الاخر فيدباك اول ما الحلقه تنزل هنشوف ايه ربنا ربنا يستر <applause>